الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. الحقيقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يوم الأربعاء اللي فات لو حضراتكم تتذكروا عن كيف نثبت بعد رمضان، وقلنا أن موضوع الساعة بعد رمضان دايما السؤالين اللي بيخطروا على بال ناس كتيرة جدا، يا ترى ربنا قبلني ولا ما قبلنيش، يا ترى ربنا تقبل أعمالي ولا لأ، الحاجة التانية إزاي بقى أن أنا أثبت وإذا أنا أكمل بعد رمضان. قلنا موضوع القبول يا جماعة، قلنا لما بيكون حال العبد وأحواله الإيمانية بعد شهر رمضان زي ما كانت قبل رمضان، إذا كان هو مستقيم قبل رمضان هدي علامة قبول، أو إذا كانت أحواله الإيمانية بقت كويسة وكانت قبل رمضان مش كويسة برضو علامة قبول، أو زكاة الأعمال بتاعته بقت زايدة في الطاعة ما شاء الله بعد رمضان برضو دي علامة قبول. أما علامات الرفض يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، أو علامات الرد، إن الإنسان يكون مستقيم قبل رمضان وبعد رمضان ما يبقاش مستقيم، أو أعماله كانت ما شاء الله 9/10 بعد رمضان بقى 2/10، دي علامات رد ربنا عافينا وعافيكم. قلنا الحاجة التانية كيف نثبت، قلنا إن كتير من اللي بيقعوا بعد رمضان مشكلتهم ثلاث حاجات. أول حاجة ما سألش ربنا الثبات، إحنا من غير ربنا ما ننفعش، أنت ممكن تستغنى عن الأكل عن الشرب عن اللبس عن أي حاجة، إنما لا تستغنى عن الله طرفة عين، فعلا بجد ما نستغناش عن ربنا طرفة عين. حاجة تانية إن, 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 إن الإنسان ممكن يكون موفق أو في عبادته، أحيانا للإنسان يا جماعة يجيله شيء من العجب بنفسه أنه في رمضان ما شاء الله عليا حاجة جميلة أو ما شاء الله قيام إيه والصيام إيه، أخي ده أنا ما شاء الله ده أنا ولا الربيع بن خسيم، أخي ده أنا ولا أنس بن مالك في زمانه رضي الله عنه وارضاه، يحصل عجب وسبحان الله. ويعني ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. لذلك كان أحد السلف يقول رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال يفعل الطاعة فيصاب بالعجب والغرور فيرد الله عمله، والآخر يفعل المعصية فيصيبه الذل والانكسار فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ذليلا منكسرا فيقبل الله توبته ويعود هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيكون سبب دخوله جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإحنا في كل الأحوال عايزين نكتر قوي 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 من جرعة الذل والانكسار بين يدي المولى عز وجل، واحنا بنقرأ دايما الآية واسجد واقترب، انزل تحت تطلع فوق، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يا رسول الله النبي بيسأل سيدنا نبي عليه بيسأل كعب اللهم صل على سبحانه ربيع بن كعب بيقول له سلني شيئا يا ربيع، يقول له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، يقول له أو غير ذلك، يقول له هو ذاك يا رسول الله، يقول له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. ليه؟ فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. كل ما تنزل وتزل نفسك وتنكسر وتحط الجبهة والأنف اللي هم أعظم وأعز حاجتين عند الإنسان حطهم في التراب تطلع فوق السحاب. فربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويرزقنا نعمة الذل والانكسار بين يدي المولى عز وجل. حتى إني يعني كان أحد الأئمة الكبار يقول لك فلو طرقت من أي باب من أبواب الطاعة يوم القيامة ستجد إن الباب ده ما شاء الله عليه زحام، باب الصلاة ما شاء الله الله أكبر، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، إنما باب الذل والانكسار هتلاقي عليه ناس قليلة جدا جدا بجد. هتلاقي الناس اللي بتذل نفسها وتنكسر لله قليلين قوي، عددهم مش كتير، لأن مش كتير اللي بيحسنوا يعني حتة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. ممكن أعبد ربنا، أصلي، أحج، أدفع فلوس وزكي وأصوم رمضان وأعتمر وأعمل كل حاجة، إنما أذل وانكسر لله مش كتير من الناس عنده الحتة دي. ربنا يا رب يرزقنا إياكم لذة الذل والانكسار. قلنا الحاجة الثالثة إن الإسلام مش قضيته الأولى، اللي هو بقى بيقع بعد رمضان الإسلام مش قضيته الأولى، رقم واحد ما بيستعينش بالله عشان ربنا يثبته، رقم اثنين إن هو ممكن يكون أصابه العجب بالعمل بتاعه ووافق في عملي فالشيطان قدر يدخله من أي مدخل ويضيعه. حاجة التالتة إن الإسلام مش قضيته الأولى، لو إن قضيتنا الأولى هي الإسلام وليل ونهار عمال بفكر في الإسلام، مشغول جدا بالإسلام، مشغول بالمسلمين في كل مكان، عمال بفكر يا ترى أخبار الناس، يا ترى أخبار المسلمين في الصين إيه، يا ترى أخبار المسلمين في أي مكان إيه. أذكر إن أخ مرة
قابلني أخ إيراني قابلني في دبي، كان عندي هناك دورة علمية وكان قابلني الأخ ده في دبي، فأنا هناك قابلني في صلاة الجمعة فدخل علي سلم علي السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا، قال لي أنا أخ مسلم من أهل السنة في إيران. قلت له أهلا وسهلا، ربنا يحفظك ويحموك يا رب العالمين من بطش الشيعة. فقال لي يعني أبشرك بشرة كده ربما تسمعها لأول مرة. قلت له تفضل. قال لي كتاب حضرتك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ترجم للغة الفارسية من حوالي، ده كلام ده كان إمتى؟ كان هو بيقول لي الخبر ده أظن من حوالي 6 سنين، فبيقول لي الكتاب مترجم من قبلها بفضل الله بحوالي 4 سنين، يعني من حوالي 10 سنين. قال لي الكتاب مترجم للغة الفارسية ويوزع مجانا على كل المسلمين الموجودين في إيران من أهل السنة اللي هم يبلغ عددهم كما قال لي في الوقت ده 15 مليون إيراني. أنا فرحتي بالموضوع ده كانت أكتر من فرحتي بكتب اللي تتوزع في جميع الدول العربية. كتب بتتوزع الحمد لله رب العالمين بالملايين، لكن مش دي كانت فرحتي أكبر. لكن فرحتي الأكبر أن بلد فيها شيعة بالمنظر ده وبعدين عمين بيسبوا في الصحابة ثم يختار كتاب أصحاب الرسول ليوزع على 15 مليون مسلم من أهل السنة في إيران، دي كانت فرحة كبيرة جدا أني أستشعر أن قد إيه الحمد لله رب العالمين، يعني أن أنت قدرت تنفع مسلم عايش في وسط شيعة عمين بيسبوا في الصحابة، وصلت له مرجع أنه يقرأ منه ويشوف مين هم الصحابة اللي هم خير جيل اللي وصلوا لنا الكتاب والسنة. يعني ربنا يا رب يجازيهم عنا كل خير ويجازي معلمهم الأكبر ومعلم البشرية وسيدنا وتجرسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجازي عنا كل خير يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. حضرتك تخيل وحضرتك تخيلي ان في واحد او واحدة عفوا قاعد عمالة بتغزل كنفة أو اللي ما عرفش الكنفة، الكنفة دي عبارة عن لوحة كده بتتغزل بأنواع من الخيوط الملونة، تحط خيط أبيض على أحمر على أسود على أصفر على مش عارف، وفي الآخر تطلع لوحة جميلة مغزولة، لكن بتاخد جهد كبير جدا وقت كبير جدا والنساء بيتعبوا فيها جامد، ولذلك بعد ما بتخلص الكنفة بتبقى معتزة بيها أو فرحانة وتعلقها في أجمل مكان في البيت وهي سعيدة أو بيه. فتخيلوا حضراتكم لو هذه الأخت الفاضلة دي أو المرأة الفاضلة دي غزلت الكنفة دي قعدت فيها مثلا دي شهرين، وبعد الشهرين راحت ماسكة الخيوط وراحت فكها كلها وراحت رميها، الناس تقول عليها ايه؟ تقول عليها انها مش طبيعية، صح كده؟ اب نورمال، مش طبيعية خالص بالمرة. تخيلوا بقى حضراتكم لما واحد عمال يغزل طاعة طول الشهر، هو هي نفس القضية، واحد عمال يغزل صلاة وصيام وزكاة وصلة رحم وبر والدين وإحسان إلى الجار وذكر لله وتسبيح واستغفار وصلى على النبي، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله واعتكاف وتراويح وكل الخير ده كله عمال يغزله طول الشهر، ما شاء الله كون جبلين ثلاثة حسنات، وبعد ما خلص الشهر راح شاهدد الفتلة وانتكس وراح مضيع كل اللي فات ده كله. ده يتقال عليه ايه؟ إذا كانت اللي بتفك كنفة ولا بلوفر بيتقال علينا مش طبيعية، أمال اللي يفك مليارات أو ملايين الحسنات. وإحنا اتكلمنا في درس لو تفتكروا على إحدى القنوات الشقيقة، تكلمنا عن درس بعنوان من سيربح المليار، واتكلمت في الدرس ده عن حوالي 20 مشروع على ما أذكر أو 25 مشروع في الطاعة ما شاء الله، ال20 مشروع أو 25 مشروع على ما أذكر مش فاكر العدد بصراحة، قلنا نطلع منهم بفضل الله بمليارات الحسنات، وجبت الأدلة عليها من الكتاب ومن السنة، مليارات الحسنات، والدرس موجود على الموقع بتاعي إن شاء الله، لكن إن شاء الله خلال بس 10 أيام ولا حاجة إن بنجدد الموقع عشان ينزل في طوبه الجديد إن شاء الله بشكل أتمنى أن يليق بإخوان المسلمين والمسلمات في كل أقطار الأرض. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم عونا لبعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فتخيل واحد عمال بيغزل حسنات وخيرات وطاعات وإن شاء الله وآخر الشهر شادد الفتلة راح مضيع كل حاجة. فربنا بيقول اوعى تكون زي الست دي، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ليه؟ سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان الشيطان طول الشهر مربوط. ومين اللي قال كده؟ حبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن إلى آخر الحديث. يبقى الشياطين متسلسلة مربوطة متكتفة عشان خاطر حضرتك تعبد ربنا صح، وعشان خاطر حضرتك تعبدي ربنا صح.
شوف كأن ربنا سبحانه وتعالى في موسم من مواسم الخير الجميلة دي بيقول لك ههيئ لك الجو المناسب عشان تعبدني، وديك ليلة القدر واعتق رقبتك من النار ودخلك الجنة. شوف الودود سبحانه وتعالى، شوف الود وصل لدرجة ايه. طب عشان ههيئ لك الجو ده ههيئولك ازاي؟ ههيئولك من خلال الشياطين بدقك هربطها لك اسلسلها. ايه تاني؟ عايز حاجة تفتح نفسي الابواب الجنة التمانية اتفتحت عشانك. عايز ايه تاني؟ مش عايز احس ان في نار، خلاص هقفل لك ابوابها كمان. طب انا عايز حد يشجعني، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. طب يا رب ما فيش جايزة معانا كده، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني شوف التهيئة المعنوية الجميلة عشان تعبد ربنا صح، يكون عندك همة ما شاء الله عشان انت تقدر تؤدي الشهر ما شاء الله على اكمل وجه. وبعدين الشيطان يجي بقى مع ظهور اول هلال شوال تتفك القيود وهو مغلول بقى. شوف بقى ده لما كان بيشوفك تصلي الصلوات الخمسة في المسجد كان بيتفرتك من جوه، لان اذا سجد ابن ادم انصرف الشيطان، خد بالك بقى، وهو يصرخ ويبكي ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. فكل ما كان يشوف حضرتك ساجد ويشوف حضرتك ساجدة كان بيولع بيتجنن. فتخيلوا بقى مش سجود بقى، لا ده ما شاء الله صلوات خمس وسنن رواتب وقيام ليل وتهجد وما شاء الله وذكر الله وقراية قرآن، ايه الجمال ده كله. فكان هيتجنن. فأول ما تفك، عارف حضرتك واحد عمال ايه يعني، ايه تخيل واحد متغاظ من واحد ونفسه وصله مش عارف وربطينه شهر وحطين التاني قدامه، تقول طب فكوني بس، فبعد شهر فكوه هيخش يفرتكه، فهو نفسه يفرتكك. فشوف ربنا بيقول ايه، بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ربنا يجعلنا اياكم منهم يا رب. وما كان له، يعني الشيطان، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. حته حلوه قوي الحته، يعني في حاجات كده في الايات لما نقف معاها كده ونفكر فيها بنطلع بفوائد يعني غريبه وجميله جدا. ربنا بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ابليس كان بيظن في حضرتك ظن معين، وكان بيظن في حضرتك ظن معين. ايه هو الظن؟ ربنا وضحه في ايه تانيه اللي هو ايه، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ده ظن ابليس، ولا تجد اكثرهم شاكرين. يقول له يا رب انا هاجي لهم كده من قدامهم، تمام، من ناحيه ايه، من ناحيه يعني سبحان الله، يعني بيقول لك ثم لآتينهم من بين ايديهم، بين ايديهم هم رايحين على فين؟ على الاخره. هزهدهم في الاخره، شوف قد ايه، واشككهم في الاخره واخليهم يقولوا حتى لو كان في اخره فربنا غفور رحيم، انا مش هصلي ولا اعمل اي حاجه. ثم لاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم، الدنيا هخليهم قلبهم ده يتقطع ويتعلق بالدنيا تعلق مش طبيعي، وعن ايمانهم من باب الحسنات، مش هخليهم يعملوا حسنات، هخليهم يزهدوا في الحسنات ويكسلوا عن العباده والطعوه، وعن شمائلهم أزين لهم السيئات والمعاصي وخليهم كده يبقى ماشي في الشارع، يبقى عفوا يبقى ممكن يكون متجوز ملكة جمال ويبقى ماشي في الشارع ويلاقي واحدة أقل من زوجته ألف مرة ويقعد يبص لها، الشيطان زينها له سبحان الله. يبقى إيه، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وفي الآخر المحصلة ما دام زهد في الآخرة وما دام رغب في الدنيا وما دام زهد في الحسنات وأقبل على السيئات، ثم لا تجد إيه، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فربنا بيقول مش هو ده ظن إبليس؟ فربنا بيقول إيه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الجزئية دي من الآية بتوافق قول المولى عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور. كأن ربنا بيقول الأصل إن الأكثرية ما هماش مؤمنين، مش كفار يعني، بس ما هماش مؤمنين قوي. وبعدين حتى لو قلنا الأكثرية كفار برضو احنا صدقنا. ليه؟ هو النهاردة لما نبص على الكرة الأرضية اللي عايش فيها البشر ده كله
6 مليار ونص عايشين في الكرة الأرضية، منهم 1.5 مليار تقريبا مسلمين، و5 مليار يكفرون بالله. هي المسألة هي واضحة. ولقد صدق عليهم إبليس ظلنا، قدر إبليس أن يضل أكتر أهل الأرض، وما فيش غير شوية بس كده إيه إلا فريقا من المؤمنين. وشوف سمناه فريق. تعرف حضرتك لما يقول لك إيه الفريق القومي، مع بعض التشبيه يعني، فريق قومي، إيه الفريق القومي أو فريق الأهلي أو الزمالك أو برشلونة أو ريال مدريد أو مش عارف إيه الكلام ده كله، يقول لك فريق يعني حاجة متماسكة. تلاقي اللعيب حتى لو كان بينه وبين زميله في الملعب مشاكل الدنيا، وما بينهم وبين بعض ممكن يكون بره الملعب ما بينهم أواضي، لكن بمجرد ما يتحطوا في المستطيل الأخضر، أخوي وحبيبي، قلبي وقلبه حتة واحدة. ليه؟ هدفي وهدف واحد، لازم نطلع من الماتش ده كسبانين، لازم ناخد الكاس، لازم نفوز بالدوري، لازم ناخد كاس أفريقيا، لازم ناخد كاس العالم. فهم قلبهم على بعض، بعد الملعب ما لناش دعوة. فهنا بيقول لك فريقا من المؤمنين، كأن ربنا بيقول اللي في وسط خضم الكفر ده كله، افهم بقى الآيات وغوص بقى في وسط المعاني الحلوة دي. في وسط خضم الكفر ده كله، 5 مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، في 1.5 مليار مسلمين. الأصل إن 1.5 مليار دول حبايبي يبقوا إيه؟ فريق، إخوة. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. شوف قد إيه؟ مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هي دي فريق من المؤمنين، فريق واحد، هدفنا واحد، في مستطيل واحد، تمام؟ نفسنا ان احنا نكسب ونفوز، ونفسنا ان احنا نخلي الدنيا كلها تؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعني هدفنا الكبير او ان احنا نجيب جون. الجون بالنسبه لنا ايه؟ جون بالنسبه لنا ان احنا ربنا يكرمنا كل 27 ثانية نجيب هدف، نخلي واحد يسلم لله سبحانه وتعالى. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هو ده الهدف، جون يعني واحد يسلم، وده اللي بيحصل الحمد لله رب العالمين. كل 27 ثانية بتمر على الكرة الأرضية في واحد أو واحدة بيقف وقلبه منشرح ومبسوط وسعيد، وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فرحتك بينا يا رسول الله يوم القيامة لما تلاقي المليارات دي كلها جاية في ميزان حسناتك بأبي أنت وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن إيه؟ في وسط المليارات دي كلها في فريق من المؤمنين. خد بالك، الناس اللي كفرت أو الناس حتى اللي عصت، ربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان. خد بالك الحته، النقطه الثانيه عايزين نقف معاها في الايه دي، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم. ما هو ربنا يعلم سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يعلم ان فلان دوت خد بالك هيؤمن او هيكفر، طب ما هو ده في علم ربنا. فربنا عشان يتحقق علمه في العبد دوت، وربنا لا يجبر احدا على شيء سبحانه وتعالى، يعني لا يجبر انسان، ده الفرقه الجبريه بقى اللي كانت بتقول لك ان الانسان بيكره على الكفر او على كذا، لا الموضوع ده موضوع ده مصيبه لو حد فكر في كده. لما واحد تيجي يقول له بتصلي ولا ما بتصليش، يقول لك مش هصلي. طب ليه؟ يقول لك لو شاء الله ايه كنت اصلي. خد بالك، يعني يقول لك لو ربنا اراد ان اصلي كنت هصلي. يقول لك انت عارف بقى اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، وهو اسمه ونصيب، لو ربنا عايز اصلي هيجبرني ان انا اصلي، ولو مش عايز اصلي هيجبرني ان انا ما اصليش. الموضوع مش كده، والا نفس الشخص ممكن تلقى عليه الحجه بكلمه واحده، قول له فلان سلفنا 10,000 جنيه، فيقول لك ما فيش مشكله، وممكن تديه ما بيصليش بس مجد عيني وابن بلد يعني، فيديك ال 10,000 هتدفعهم لي امتى؟ ادفعهم لك يوم مثلا احنا في شهر 9 يوم 11، فيوم 11 قال لك فين الفلوس؟ قول له والله يا اخي انت عارف اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، لو ربنا قدر ان انا اديك الفلوس هيجبرني ان انا اديها لك، ولو مش مقدر هيجبرني ان انا ما اديها لكش. هيرضى بالكلام ده؟ يقوم على طول يجيب سكينه ويشق بطنك، واخد بالك؟ انما هو يستدل بالقضاء والقدر في مسائل الدنيا فقط،
في مسائل في مسائل عفوا في المعاصي، ولا يحتج بالقضاء والقدر في مسألة المعصية. يعني ما قلتش ربنا قدر ان انا عصاه، لا 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 لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ومن باب اولى لا يرضى بعباده لا بالمعصية ولا بالكفر، واخد بال حضرتك؟ فالشاهد في الموضوع ان ربنا بيقول ابليس ما اجبرهمش على كده، ده مجرد فقط انه وسوس لهم فهم استجابوا. مش الشيطان هيخطب الخطبة بتاعته في النار يوم القيامة لما يخش أهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم، وبعدين يخش أهل النار وهم قاعدين في النار وبيتعذبوا في قعر جهنم، فجأة لقوا خزنة جهنم جايبين منبر، يا سلام على الإيمانيات، منبر هيتحط في النار ليه؟ خطيب الجمعة جاي. مين الخطيب؟ إبليس. وربنا سطر هذه الخطبة في كتابي عشان احنا نحذر كلنا، شفت ايه؟ وبعدين فجأة لقوا واحد بيشق الصفوف وما عمرهم ما شافوه، لان محدش فينا شاف ابليس يعني، والحمد لله ان احنا ما تشرفناش بمعرفته يعني. فاول ما يشق الصفوف ويطلع على المنبر واخد بالك ويتدور. المصيبة ان في ناس من اللي موجودين قدام، مش ده اغلب الناس يعني، ما كانوش بيصلوا لا جمعة ولا بيحضروا خطبة الجمعة، ده قاعدين في قعر النار واخد بالك. وعلى الرغم من ذلك في منهم ناس كانوا حارسين ان هم يكونوا قاعدين قدامه صف اول، واخد بالك؟ اه سبحان الله. فبدأ ابليس يخطب، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شو بقى الشهد بقى؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وشوف الفاء، فاء اللي بيسموها فاء التعقيب والسرعة، يعني فاستجبتم لي بسرعة، فأسرعتم في استجابة لما إيه وسوست به إليكم يعني. سبحان الله. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا سلام. فربنا بيقول إيه؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن إيه؟ بالآخرة. الله، طب ليه ما قالش إلا لنعلم من يؤمن بي؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفي أعظم من كده؟ إنما ليه ذكر الآخرة؟ قال لك أصل هو إبليس دخل عليهم فين؟ مش الظن إحنا لسه ذاكرينه هو في الآية الثانية، ثم لآتينهم من بين أيديهم آخرة، ما هي دي اللي بتظبط عندك الأمور. ما هو علو همة الإنسان في الطاعة بيجي بسبب إيه؟ حاجتين، احفظ مني الكلام ده. أول حاجة استحضار لجميع مشاهد اليوم الآخر من لحظة دخول ملك الموت وإلى استقرار الناس في الجنة أو النار، وتحويل هذه المعلومة إلى واقع عملي من خلال الطاعة والعبادة. هو ده اللي بيربى عند الإنسان إيه؟ علو الهمة، اللي هو إيه؟ إن أنا أستحضر المشاهد كلها وبعدها على طول جلسة محاسبة. يبقى استحضار مشاهد الدار الآخرة وبعدها على طول جلسة محاسبة. أنا استحضرت كم مشهد؟ دخول ملك الموت، لحظة طلوع الروح، دخول القبر، حساب الملكين، وبعدين النفخ في النفخ في الصور بقى، استحضار يوم القيامة ومش عارف ايه كم ده كله، وبعدين الخروج من القبور والذهاب لأرض المحشر، وبعدين وبعدين وبعدين، والمشاهد بقى واخدها بالترتيب لحد ما يوصل يا للجنة يا للنار. يقوم يعمل ايه بقى هنا عشان الهمة تعلو؟ استحضرت المشاهد، شايفها قدامك، زي ما سيدنا حنظلة قال حديث رواه مسلم، كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأى عين، كأن دي كانت عاملة كده فجأة عمل كده، بقى شايف كل حاجة قدامه، شايف جنة شايف نار. لذا الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول: فلو أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فكل عمل او قول او اي حاجه يعملها يعرضها على ايه؟ على الجنه والنار. تدخل الجنه ولا تدخل النار؟ لو تدخل الجنه يفعلها، تدخل النار يبطل. فقال لك سبحان الله، فلما استحضر مشاهد الاخره او ما عاد حاسب نفسي بقى، اقول طيب انت لو كنت بتشرب سجاير يصرك بقى لما يخش عليك ملك الموت يلاقي علبه السجاير تحت المخدة بتاعتك أو في إيدك سجارة، ولا يخش عليك وانت ماسك سواك وبتطهر الفم عشان هتبتدي تصلي أو تقرأ قرآن؟ أقول لا والله، يبقى السواك أفضل. طب خلاص يبقى بطل سجاير،
ما انت كده كده ملك الموت هيخش عليك. يسرك بقى لما تخش القبر بقى والاعمال بتاعتك، والقبر صندوق العمل، والاعمال بتاعتك كلها تلاقيها هناك تحت موجوده. يسرك لما تخش القبر تلاقي ايه؟ تلاقي بر الوالدين ولا العقوق؟ لا، الاقي بر الوالدين. صله رحم ولا القطيعه؟ لا، الاقي صله الرحم. تلاقي الصلاه ولا ترك الصلاه؟ لا، الصلاه. تلاقي قراءه القران ولا هجر القران؟ تلاقي الأمانة ولا الخيانة؟ الصدق ولا الكذب؟ هتقعد تحاسب نفسك على كل حاجة من أعمال القلوب والجوارح. تحب تقابل ربنا بدي ولا بدي؟ دي بقى الحتة دي تعلي همتك وتخليك زي الفل، تخليك 10 على 10. واحدة مش محجبة تستحضر أحداث الدار الآخرة؟ بس احنا مش هنعيش على طول يا جماعة، يعني ما احناش مخلدين، دي هي أيام أيام ولحظات. النهاردة محمود المصري قاعد بيديك درس دلوقتي، بيكلمك وبيذكرك بالله، بعد فترة الله أعلم تلاقيه ده بشحمه ولحمه وروحه تحت التراب في القبر، ويجي واحد غيره يذكرك بالله، واللي بعديه يموت ويجي لك واحد تالت يذكرك بالله. ما كان الشيخ الشعراوي والله يرحمه رحمة الواسعة، كان مصر كلها بتلتف عشان تقعد تسمعه، الشيخ كشك الله يرحمه رحمة الواسعة، الشيخ المشتهر دكتور جميل غازي، الناس الجيل الله يرحمهم، الجيل المحترم، الجيل المحترم اللي ما كناش بنسمع عنهم الهمسة، ربنا يرحمهم رحمة واسعة رب العالمين. فكان جيل وجيل بيروح، وبعد جيل يجي وجيل يروح وجيل يجي، وكل 100 سنة الأرض بتتقلب، مش بتتكلم عربي، لا، الأرض بتتقلب. الأرض بتتقلب، ما فيش 100 سنة بتعدي يا جماعة إلا كل اللي على الأرض تقريبا، يعني في ناس بتشز عن كده، يعني اعمار امتي ما بين 60 الى 70، لكن احيانا تلاقي واحد عنده 130 سنه، بس دي يعني حالات شز قوي يعني. لكن تقريبا في الغالب كل اللي على الارض كل 100 سنه بينزلوا تحت الارض ويطلع جيل جديد، وبعد 100 سنه ينزلوا ويطلع جيل جديد. والدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها. ربنا يحسن ختامي وختامكم يا رب العالمين. شايف في موضوع واحده مش محجبه، فلما تستحضر بقى كده مشاهد الدار الآخرة وتقول لو دخل علي ملك الموت يسرني أن يدخل علي ملك الموت في وقت، طبعا هي مش قاعدة في البيت محجبة يعني، لأن أقصد في الوقت ده هي كانت أصلا لما بتخرج بتلبس حجاب يبقى اسمها محجبة حتى وهي قاعدة في البيت، وبيتها بقى حجابها، شفت دي؟ فيعني يسرك أن ملك الموت لما يخش عليك تكوني لسه ما فكرتش في الحجاب ولا مقتنعة بالحجاب، ولا حتى ممكن تكوني بتنكري الحجاب، ولا يخش عليك ملك الموت وانت الحمد لله كنت بتلبس الحجاب في الوقت ده وبسبب المرض قعدت في البيت فما بتخرجيش، لكن لو خرجتي ما بتخرجيش إلا بالحجاب. تقول لا والله يسرني طبعا ان لما يخش عليك يكون بحجاب، الحمد لله رب العالمين. يسرك لما ملك الموت يخش عليك تكوني بتبر أمك وأبوك أو وبتكرمي جوزك، ولا بتأذي جوزك وعقب أمك وأبوك؟ لا والله أكون بكرم جوزي وأكون برة بأم وأبويا. هي دي الحتة اللي تعلي الهمة عندكم، هي دي اللي تخلي الهمة عندكم في السماء، في السماء بجد. دايما الواحد لما يكسل، أحيانا الواحد بيتعب، أحيانا بيمل، أحيانا بيجيله لحظة سآمة، يعني أحيانا الواحد قاعد عمال بيشتغل في كتاب مثلا أو بيحضر محاضرة من كتر القعدة، يعني معلش دي حاجة بقى شخصية، أنا بقعد في مكتبتي يوميا 18 ساعة. لو أي بني آدم في الدنيا مش يمل ده ممكن يموت، 18 ساعة في مكتبتي، تمام؟ ومكتبتي أحيانا بيكون مكتبتي أو مسجدي، يعني إما أقعد في المكتب أو المسجد بتاعي، فقاعد 18 ساعة. أحيانا بيجيني شبه خنقة، ده أنا بكلمك بصراحة بوضوح، وأنا أقول لك إن أنا قاعد، لا أحيانا بتخنق، عايز أشم شوية هواء، نفسي أخرج زي ما الناس بتخرج، نفسي، وبعدين فجأة أفتكر أقول لعل وعسى، زي ما الإمام عبد الله بن المبارك قال، قالوا له إلى متى تصنف يا إمام؟ قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. أقول يمكن حد عارف، يمكن يكون الكتاب اللي انت بتكتبه دلوقتي او المحاضرة اللي انت بتحضرها دلوقتي تكون هي دي سبب دخولك الجنة. ما تكسلش، اشتغل
وربنا يكرمك. وبعدين في جنة بقى إن شاء الله ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، هناك بقى نتفسح وننبسط، ما فيش هناك بقى لا تحضير ولا هوا ولا مسجل ولا ما فيش بقى الكلام ده كله كده بقى، هتبقى قعدات لايف كده قاعدين مع بعض كده على الأرائك، إيه يعني قاعدين بقى ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، نقعد ندردش مع بعض بقى ونحكي ونفتكر بقى الذكريات الحلوة الجميلة. أقول لك فاكر بقى يوم كذا لما كنا قاعدين مع بعض على قناة كذا وبندردش مع بعض وبكلمك عن علو الهمة، وقلت لك خد بالك استحضر مشاهد الدار الآخرة وتحاسب نفسك، هتلاقي همتك ما شاء الله في السماء، ممكن توصل بالهمة دي أنت تبقى في الفردوس الأعلى. ودينا جميل قاعدين في الفردوس الأعلى، خدت بالك حتى دي ممكن تفتكرها يوم الأيام، حد عارف يمكن المحاضرة دي نفسها يوم الأيام نسأل ربنا يا رب فرجنا عليها تاني يا رب. لان في الجنه لنا فيها ما تشتهيه الانفس، اللي احنا نشتهيه ربنا هيكرمنا بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لنا ايه؟ وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره. قال لك رغم ان المطلوب هو الايمان بالله واليوم الاخر، والاصل هو الايمان بالله، لان الايمان بالله بيندرج تحت كل حاجه، ما دمت هتؤمن بالله تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه وكل حاجه بقى ربنا بيامرنا ان احنا نؤمن بيها نؤمن بيها، لكن الأصل هو الله سبحانه وتعالى، إن احنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال لك الأخيرة ليه؟ قال لك لأن إبليس دايما يلعب عليك في الحتة ديت، يزبط لك حاجات معينة تصرفك عن الأخرة، هو عايز يصرفك عن الأخرة بأي طريقة. هو يقول لك اعبد ربنا مفيش مشكلة، بس ده ربنا غفور رحيم، يعني انت حتى لو ما صليتش أخي وعلى آخر 10 أيام في حياتك وصليت وتبت ربنا هيبدل لك سيئاتك حسنات، شفت دي، وما يقدرش يلعب معك في حته الايمان بالله، لكن يلعب معك قوي في حته الايمان باليوم الاخر، دي شغله ابليس بقى، خد بالك. يجي مثلا انت يعني مثلا عملت معصيه يقول لك يا عم معصيه ايه ده انت تعتبر من 10 مبشرين بالجنه، ده غيرك بيعمل وبيسوي وبيعمل، ده انت تعتبر ما شاء الله من اولياء الله الصالحين، وايه ويبجح لك نفسك ويضيعك، فبيخش لك مدخل ايه؟ مدخل الاخره، يزهدك في الاخره او حتى يرغبك في الاخره، لكن مش في اعلى درجه في الجنه، يعني دي اخر مرحله معاه. هو يقول لك ايه؟ طب خلاص بقى، يعني فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يجي مثلا يلعب معاك، وانت عارفين بقى ايه خطوات الشيطان، ونبقى ندخل لكم ان شاء الله المكائد السبعه بتاعه الشيطان. من ضمن المكائد ان هو يصرفك من طاعه لطاعه اقل، يعني مش هيقول لك تعالى ما دام انت ان شاء الله مصر على الطاعه وقلبك ما شاء الله مليان ايمان، فما يقدرش يصرفك عن الطاعة، يعمل ايه؟ يقول لك طب خلاص انا مش عايز اصلي صلاه الفجر، لان صلاه الفجر دي من اعظم اسباب دخول الجنه، النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال من صلى البردين دخل الجنه، يعني العصر والفجر. وصلاه الفجر دي بقى الورديه الاولى بتاعت الملائكه، اللي هي بتستلم من ورديه الملائكه اللي بتيجي من العصر للفجر، فصلاه بتشهدها الملائكه، فيصعدون الله عز وجل ومعهم كشف اسمائهم، فلان وفلان كان بيصلوا الفجر يا رب. فهو عايز يصرفك عن صلاة الفجر، يعمل ايه؟ يخليك تقوم بالليل، يقول لك بقالك كتير ما بتصليش قيام ليل، نفسك ما تفتحتش كده لقيام الليل. ده حتى سيدنا جبريل قال للنبي واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قوم يا رجل صلي لك ركعتين اربعه، قوم صلي 11 ركعه زي ما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، بتصلي خفيف يا اخي، طول صانع عباده ما شاء الله، ده ابليس اللي بيشتغل معاك على كده. تخيل بيقول لك صلي وطول، صليت وطولت 11 ركعه قبل الفجر بقى بربع ساعه بنص ساعه، قال لك يا سلام، ده انت كده يعني عملت اللي ما حدش عمله في زمانك، انت فلتت زمانك، انت معجزه عصرك، انت لو الدنيا زيك كده احنا كنا نبقى في جنه. طب ايه رايك بقى مكافئتك بقى الحلوه؟ ما تنام لك بقى ربع ساعة كده عشان تشوف رؤية كده بقى وانت داخل الفردوس الأعلى وانت بقى بتقابل النبي وانت فتقول والله فكرة حلوة، صحيح أريح شوية عشان كمان وكمان عشان أقرب للإخلاص، عشان كمان لما تخرج ما يبانش عليك أثر السهر، فتروح نايم ربع ساعة، يوم خاتم على ودانك وضارب على مؤخرة رأسك، نم عليك ليل طويل فاركض، يوم مصحيك الساعة 8 الصبح، فتقوم قايم إن لله وإن إليه راجعون، بقى أنا أصلي قيام الليل ويفوتني صلاة الفجر، هو ده مقصد إبليس، هو ده مقصده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري ومسلم، قال إيه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مش قادر تصلي 11 ركعة وهتوفق ما بين، مش قادر توفق بينه وبين الفجر، قم صلي ركعتين وطول وربنا يكرمك ونام،
خبرك أو قوم قبل الفجر بساعة أو ساعة لربع أو نص ساعة، صلي ركعتين واستنى وصلي الفجر وقعد الشروق واطلع يا سيدي ده، أو روح شغلك وهكذا. أقلم حياتك أن أنت اوعى يفوتك فريضة، لأن ربنا قال كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة تتقرب بها لربنا هي الفريضة، تبالك. لكن في حب تاني اللي هو حب بقى ايه، حب سبيشال كده للناس اللي هم اللي هو حب ما يطلوش وما يفصش بيه الا اهل الحب، خد بالك، لا يستحق هذا الحب الا اهل الحب اللي هم اهل النوافل، اللي بيقول ياه بقى انا اصلي بس في اليوم والليله 17 ركعه بس فريضه، مش كفايه، انا بحب ربنا وعايز اصلي. طب في 12 ركعة رواتب، 12 ركعة رواتب، يبقى كده كام؟ 17 12 29 ركعة. تصلي 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. حلو اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال من صلى في اليوم والليلة في 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر، بيت اتبنى لك في الجنة. برضه مش كفاية، راجل محب، راجل بيحب ربنا، فنقول له طيب خلاص في كمان 11 ركعه كان النبي بيصليهم قيام ليل، يبقى 29 و11 يبقى 40، هم دول اللي كان بيصليهم النبي في اليوم والليله. 40 ركعه، 17 فرائض، 12 رواتب، 11 نوافل. فابليس بقى ما عرفش يلعب معاك بقى لما انت تشتغل صح وتعبد ربنا صح. ما دمت هتعبد ربنا على علم، ابليس ما عرفش يلعب معاك ولا يعرف يقرب لك. انما لو هتعبد ربنا على جهل هيلعب بيك زي ما الصبيان بيلعبوا بالكوره. فعشان كده بيدخل لك من باب الاخره. فشوف ربنا بيقول ايه، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. السؤال، كم مره صدق إبليس ظن إبليس في حضرتك وفي حضرتك؟ كم مرة؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظن، وقلنا أن ظن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. لازم تقف وتجمد، ولازم تتحدى إبليس ده وتعرف أنه أضعف منك، أن كيد الشيطان، ربنا قال أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلا هو يبدو انه قوي، ومشكلته قوة الشيطان في انه هو ما بنشوفوش، حاجة خفية كده. واصعب حاجة ليك مع عدوك انك ما تشوفوش. يعني لو تخيلت انك بتقاتل واحد هو شايفك وانت مش شايفه، كيف تقاتله؟ في الغالب هتقول في نفسك انا كده كده مغلوب. لكن حينما تستعين بالحق جل وعلا فانت غالب، لان حزب ربنا هم الغالبون. خلاص انت كده كده منصور ان شاء الله ما دمت بتستعين بالله سبحانه وتعالى، وما دمت من اولياء الله سبحانه وتعالى. عايزك تفتكر وانت بتجاهد الشيطان، وانت بتعلي همتك، وانت بتقبل على الله، وانت بتثبت على الطريق، وما تنساش الدعاء دايما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ودعاء النبي عليه السلام كما عند الترمذي بسند صحيح، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. افتكر على طول كده، ادعي ان ربنا يثبت ايمانك ويثبتك على الطاعه. اوعى تغتر بعبادتك، اوعى تقول الحمد لله يعني ربنا هدينا وكرمنا بنعبده ولابسين الزي الإسلامي وملتزمين ومنصلي في المسجد ووا، فيصيبك الغرور فتنتكس. اوعى، اعمل زي ما سيدنا أبو بكر عمل، وهو أفضل الدنيا دي كلها بعد الأنبياء والمرسلين. كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، خد بالك. وكان يقول ليتني شعرة في صدر عبد مؤمن، ثم ينظر إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموردمين. ده اللي النبي قال عنه، قال ما من احد منكم، يعني ما من احد منكم كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني بيقول ما فيش حد فيكم كان ليه معروف معانا او علينا الا وكفئناه بزياده كمان، الا ابو بكر
ما نعرفش نكافئه إحنا كبشر، إنما يكافئه رب البشر. ولذا نزل فيه القرآن بنفس المعنى ده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا بيقول له، بيقول له أنا هرضيك أنت ومن على شاكلتك. كل اللي يعمل زي ما عمل أبو بكر رضي الله عنه حينما أعتق بلالا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فربنا هيرضيه. وكل اللي يفرج هم مسلم ربنا هيرضيه، وكل اللي هيخدم دين ربنا ربنا هيرضيه، وكل اللي هيعمل أي خير لخدمة الدين أو البلد ربنا هيرضيه. وبمناسبة البلد طبعا، حقيقة طبعا كنت يعني كنت عايز أتكلم النهاردة عن أحداث أمس، لكن يعني من خلال المتابعة لقيت ما شاء الله تقريبا كل القنوات غطت الكلام في الموضوع ده، فقلت حتى لا نكرر نتكلم احنا في موضوع تاني. لكن أسأل المولى عز وجل ان ربنا يصرف هذه الفتن عن بلدنا الحبيب مصر وعن كل بلاد المسلمين رب العالمين، ان فعلا في تخطيط مش طبيعي، فعلا في تخطيط مش طبيعي لتدمير هذه البلد. واحنا لازم نحذر ولازم نحرص ولازم يعني على قد ما نقدر ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على بلدنا ونحمي بلدنا وندافع عنها ونحاول نبذل كل ما نستطيع من أجل خدمة بلدنا الحبيب مصر. لأن فعلا بلدنا يعني الواحد الفترة اللي فاتت دي قلقان عليها قلق مش طبيعي ومش عارفين الدنيا رايحة فين، لكن بنحسن الظن بالله وعلى يقين من أن ربنا هيحفظ بلدنا، لأن بلدنا دي يعني فعلا بلد الطيبين، فيها ناس طيبين وفيها ناس أفاضل وفيها ناس اتظلمت كتير قوي قوي. وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بأن الظلم ده يستمر على الناس ديت. الناس اللي اتظلمت دي أكيد ربنا هيكرمها وينصرها، لأن ربنا اللي وعد قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ده لدعوة المظلوم، عايز أقول للمظلومين اللي اتظلموا في مصر وما أكثرهم، يعني ثلاث أرباع الشعب تقريبا كان مظلوم على الأقل يعني. فعايز أقول للناس دي ادعوا، ادعوا أن ربنا يحفظ بلدنا وأن ربنا يسترها على بلدنا، لأن فعلا إن شاء الله دعائكم يعني أرجو من الله أن يكون دعاء مستجاب. عايز أطلب من أمهاتنا الغاليين اللي 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 بجد الواحد يعني يعني بقول يا رب يا رب يبارك فيهم يا رب العالمين. احنا عايشين فعلا ببركة ربنا أولا وأخيرا، ثم ببركة الأمهات والأباء، الناس الكبار الأفاضل الطيبين اللي عاشوا على أرض مصر. يعني ادعوا كتر من دعاء أن ربنا يحفظ البلد دي يا رب من الفتن، لأن مصر لو وقعت في طريق الفتن واستمر الموضوع يخوف قوي. ومش عايزين بقى كل شيء نقول مين اللي عمل ولا مين، بس عايز أقول ان اللي بيعملوا كل الاعمال والفتن اللي عايزين العمالين بيثيروها من يوم للتاني ده، يعني مستحيل دي يكونوا مصريين بيحبوا بلدهم، ومستحيل يكونوا الناس ديت عندهم وطنيه ولا عندهم دين. لان يعني ايه اللي احنا هنستفيده من كم الناس اللي عماله بتتقتل من بلدنا، وقطر الدم واحد مصري وواحد مسلم اغلى عندنا من الدنيا اللي فيها. ده النبي عليه الصلاه والسلام وقف قدام الكعبه فقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الله أكبر. يعني النبي بيقول إن يعني خذوا بالكم من حاجة، حتى إن أحد أهل العلم كان يقول إيه، كان يقول لو إن واحد هدم الكعبة، شوف هدم الكعبة، فيبقى أهون عند الله من إنه يقتل مسلم بغير حق. تخيلوا يا جماعة موضوع خطير جدا جدا، حتة إراقة الدماء والقتل، وشوف كم أكتر من 1000 مصابين. طب ليه لمصلحة مين الكلام ده كله؟ إيه اللي احنا كسبناه؟ الشباب اللي بيصابوا دولت بدل ما يصابوا في أعمال شغب بالمنظر ده، ما 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 يعني ما يوفروا الطاقة اللي جواهم دي يا رب العالمين، يعني يوفروها لخدمة بلدهم ولخدمة دينهم. يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب، واحفظ البلد يا رب، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. طيب عايزين نفتكر ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده اجمل ميزه فيه ان اخرته الجنه، اخرته الجنه. تخيل حضرتك لما تكون ماشي في طريق وانت تعبان، وحقيقي فعلا الطريق متعب، الطريق مش سهل، لان حفت الجنه بالمكاره. المكاره الحياه اللي هي تقيله على النفس، اللي النفس بتكرهها. شوف قد ايه لما النبي بيتكلم عن حتة وإسباغ من أسباب بقى رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات، وإسباغ الوضوء على المكاره. الدنيا شتاء عز شهر طوبة وتلج ومش قادر، وعايز تقوم تتوضى بالمية متلجة عشان تنزل في الهواء المتلج وتروح تصلي. ما هو ده كله ليه أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. أذكر كنت في أوائل التسعينات كنت اشتغلت في جماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية في منطقة في الشمال. ما شاء الله المنطقة دي كانت بديعة، كنا بنشوف 4 فصول في يوم واحد.
حاجة كانت جواها كان صعب جدا من كتر الحر اللي هناك. تمشي في الشارع تحس ان راسك بتغلي. وفي الشتاء بقى في المقابل بقى درجة الحرارة كانت بتوصل لدرجة لا تتخيلها حضرتك. لدرجة عايز تعرف درجة الحرارة عاملة ازاي، كنا نفتح الحنفية وقت صلاة الفجر عشان نتوضأ ما تنزلش مية، لان المواسير كلها مليانة تلج. منطقة في الشمال على حدود العراق كان اسمها رفحاء، ربنا يحفظ يا رب أهل هذه البلدة الطيبة اللي عشنا معهم يعني أيام كانت جميلة، وناس أهل فضل وأهل خير، وإن كانوا شايفين الآن أرسل لهم سلامي جميعا، يا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. فكنا نعمل إيه؟ كنا نعمل احتياطنا. المسلم دايما يخطط لدينه ولعبادته زي ما أهل الدنيا بيخططوا لدنيتهم. فلان رايح بكرة يعمل الصفقة الفلانية، خد بالك زبط نفسك، جهز البطاقة بتاعتك أو الجواز السفر، جهز الدفتر الشيكات، اعمل كذا، اكلم فلان بيه عشان يزبط الموضوع الفلاني، خد الهدية الفلانية. بيزبط دنيته ومكرس حياته كلها كده، وكاتبها كلها في نقاط ومحضرة وحطتها على المكتب. انت برضو زبط دينك، زبط عبادتك. انا ايه ما اصلي الفجر حرفيا ما تنزلش ميه الفجر، انا معذور بقى اخش انام، هتوضى بالتلج يعني، يعني اعمل ازاي يعني، فاهم ازاي؟ املى ميه من بالليل. كنا بنعمل كده، كنا من بالليل او من الظهر نملى حله كده ميه ونخليها استعدادا لاي وضوء مش لاقيين ميه تنزل حنفيه، الحله موجوده. كنت افتح حنفيه الفجريه مفيش ميه، الحله موجوده. او متوضي واقوم رايح اصلي. جو طبعا صعب جدا لكن باجره، اجر وعافيه زي ما بيقولوا يعني، فعلا باجره. وانت راجع بقى كده من الصلاه والجو صعب كده حاسس بفرحة ونشوة. ليه؟ ان ربنا هو اللي مكنك واقامك ان انت تقوم في عز التلج وتتوضى وتخرج والهواء بيلفح وشك وصدرك ودانك وانت تعبان ومتكلفت، ورايح تصلي ابتغاء مرضات الله. لحد بقى شايفك عشان شهرة ولا غيره ولا بتاع، لكن راح تصلي. وغيرك مستسهل الموضوع، نام والصبح بقى كده على الساعة 10 ولا 8 حتى الصبح، قوم صلي في بيته وخلاص. لكن انت لا، لازم اصلي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يا سلام، هم دول الرجالة بجد، مش الرجالة اللي بيضربوا ويخبطوا ويعوروا ويعملوا. الرجولة الحقيقية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هي دي رجولة، رجولة إيمانية. وذلك كان أرجى الإنسان في الدنيا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها كانت إيمان، حياته قلبه عمران بالإيمان، اللي لو توزع الإيمان اللي فيه على الكرة الأرضية غرقها كلها صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ في الطريق آخر الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وإحنا ذكرنا الكلام ده أكتر من مرة، كان ما يسيبش أي طاعة عشان يحفزك إلا ما لازم يربطها بالجنة. أنت أول حاجة في الإسلام الشهادتين، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. بعد كده إيه؟ الأذان. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الصلاة، الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة. فده من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة. طب الصلاة والزكاة والصدقات، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الصيام، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الحج، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجهاد، إن للشهيد أو إن أو أو إن للشهداء عند الله سبحانه وتعالى 100 درجة، للشهداء عند ربهم 100 درجة أعدها، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ده لفظ الحديث، خد بالك، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، الحديث رواه البخاري. طيب بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كل طاعة النبي ربط ما بينها وما بين الجنة. ليه؟ أصل النبي كان عنده بلغة العصر كده فقه النفس عالي قوي، أعلى فقه نفس في الدنيا. هو يعلم جيدا إن أي إنسان في الدنيا أجري بيحب إنه ياخد أجر من وراء الطاعة،
أجر من ورا بتاع لازم أجر وإيه اللي ما عارفش أشتغل. طب يعني وبعدين يعني أجر 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 يعني لازم أجر. طبعا لازم أجر. تخيل حضرتك لو جبت واحد يشتغل عندك في بيتك قلت له أنا عايزك تدهن لي البيت ده كله وتظبطه لي وبعدين مالكش عندي ولا مليم مش هشتغل. ولذلك جاءت امرأة كما في الصحيح جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعت ابن صغير لها صغير عنده بس أقول سنة. ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. هو الصبي الصغير ده الصغير ده لو راح حج وهي خلته أدى كل مناسك الحج مقبولة مقبولة ماشي لو عنده 3 سنين 4 سنين مقبولة لكن لا تغني عن فريضة الإسلام عن حجة الإسلام. لازم يحج لما يكبر ويبلغ. فاهم ازاي؟ فالنبي بيقول لها ايه اجل ولك اجر مع انها ما سالتش عن الاجر لكن هو بيقول لها كده ليه؟ عشان تتشجع انها تاخده لاماكن الطاعه ولا تاخذه الى اماكن المعصيه. ويقوم المولى ويقوم في القران المولى عز وجل سبحانه وتعالى يوم ايه يدعوك الى الجنه عشان ايه يوصل لك دعوه لازم تقبلها. هو في حد في الدنيا مش عايز الجنه؟ يوم المولى عز وجل ايه والله يدعو الى دار السلام الجنه والله يدعو الى دار السلام سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوك إلى الجنة كما صح الحديث عند الترمذي والبخاري واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا قبالك ابتنى دارا ثم اتخذ في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة وأرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب ومنهم من أبى. التفسير فالله هو الملك فالله إيه هو الملك خد بالك والدار هي الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها. يا رب ارزقنا يا رب أكل في الجنة يا رب. إحنا والمخرج الجميل اللي وقف ورا الكاميرا حبيبي ده ربنا قال للأنصاري قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هو إيه اللي خلى سيدنا بلال يصبر على الأذى والتعذيب؟ يا جماعة ده كان بيجردوه من ملابسه من فوق ويجروه على رمضاء مكة على الرمل المحرقة اللي انت لو لمستها بإيديك جلدك يقع ويحطوا الأحجار العظيمة على صدره وعلى ظهره. لو نام على ظهره يحطوا الحجر على صدره ولو من يمينه على وشه يحطوا الحجر على ظهره. شوف العذاب. ويقوم الرجل اللي كان بيعذبه أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه يقول له آلات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد. شوف قد إيه مع إن عنده رخصة ده ربنا اللي قال كده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني كان ممكن بلال يقول له أيوة يا سيدي اللات والعزة إلهان من دون الله دول زي الفل يا سلام فيش أحلى من كده في أحلى من اللات والعزة ده اللات والعزة دول حتى دمهم زي العسل أي كلام أي حاجة تتقال وخلاص من أجل أن ينجو من العذاب لأنه ممكن يفتن. خد بالك أنت أثروك في أي بلد من بلاد العدو خد بالك وحاطت الطبنجة في دماغك ها تكفر فأنت ما بتكفرش فقوله كفرت. هي وعايز الكلمة دي قوله كفر سابك فمشيت وروحت وانت ماشي بقى بتبكي وتقول له يا رب سامحني يا رب والله انا كنت مكره ان اقول الكلمه دي لكن انت تعلم يا رب ان قلبي عمران بالايمان يا رب استغفرك يا رب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا سلام. ولذلك عمار بن ياسر خد بالرخصه. عمار بن ياسر امه اتقتلت قدامه سميه رضي الله عنها وارضاها ابوه اتقتل قدامه اصعب منظر في الدنيا كلها ان انسان امه وابوه يتقتلوا قدام عينيه. فلما جم بيعذبوه عذاب شديد جدا فقعدوا بقى يطلبوا منه يقول كلمة كده ويكفر ويقول كلمة كمان في حق النبي عليه الصلاة والسلام فقالها من شدة العذاب تحمل كتير جدا عمار رضي الله عنه وارضاه. ولكن شوف الإيمان بقى وشوف القلب الجميل والإنسان الحساس ده رضي الله عنه وارضاه شوف الإحساس العالي ده رايح للنبي يبكي ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فالنبي وضح له
المسألة إن ما تخافش وما تقلقش يا عمار. قال وكيف تجد قلبك؟ قلبك عم قال له مطمئن بالإيمان. قال فأين عاد فعد؟ ده النبي اللي قال له، ده مش فتوى مني أنا، ده النبي اللي قال له. قال له لو حد طلب منك الكلمة دي في مقابل أن أنت يعني تقولها وتنجو من العذاب وما تتفتنش في دينك، قولها وامشي، وربنا يعلم الإيمان اللي مالي قلبك. سبحان الله، خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن. إيه اللي خلى بلال يصبر على كل ده؟ إن النبي عليه السلام يقول لسيدنا بلال، يقول له حاجة غريبة جدا، يقول له إن الجنة لتشتاق إلى علي، إلى سلافة، إلى علي وعمار وبلال. بيقول له الجنة مشتاقة لك يا بلال، فهو يصبر خلاص بقى قدامه جنة، فبيصبر بيصبر ابتغاء مرضات الله، ثم الجنة بقى جاية. عمار بن ياسر وأم وأبوه إيه اللي ثبتهم؟ إن النبي عد عليهم وقال لهم أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. لأن لفظ صبرا آل ياسر في يعني في كلام في صحة الرواية، لكن هو نفس المعنى بالجملة الثانية، أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. خلاص موعدنا الجنة، خلاص بقى إيه كل حاجة تهون. ولذلك أم عمار سمية رضي الله عنها وارضاها لما جه أبو جهل طلب منها أن تقول كلمة، هي ما خدتش بالرخصة، خدت بالعزيمة تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضت، فطعنها برمحه في موطن عفتها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. إيه اللي خلى خباب يصبر ويثبت؟ لأن النبي كان بيكلمهم عن الجنة. إيه اللي خلى سحرة فرعون يصبروا؟ وكتير جدا من اللي ابتلوا وتعذبوا، إيه اللي خلاهم كانوا بيصبروا ويثبتوا؟ الجنة، إن ورا الطريق ده أخرته الجنة. قال حضرتك لما يكون ماشي في طريق وطريق صعب جدا، وطول ما انت ماشي عمال بتنهج والارض ترابيه ومش قادر وعطشان، وبعدين بقول لك ابشر انت هتمشي بس في الطريق الترابي ده 5 كيلو بس، وبعد ال5 كيلو هتلاقي نفسك في جنينه كبيره جدا وجنبها قصر والاثنين بيطلوا على البحر. فبتقول اصبر، وعمال تمشي عمال تمشي حد اما شويه تقول الله شامم ريحه البحر. مش بيحصل كده؟ تقول الله شامم ريحة البحر جاي، مع اني مش شايف البحر بس شامم ريحته. هو ده اللي حصل مع الصحابة او بعض الصحابة. النبي يكلمهم عن الجنة وهم مشتاقين للجنة، في منهم ناس من كتر شوقهم للجنة شموا ريحتها وهم في الدنيا. انس بن النضر في غزوة احد لما تخلف عن غزوة بدر ودخل غزوة احد وقال لي سعد بن معاذ واهن لريح الجنة، والله اني لأجد ريح الجنة دون احد. سعد بن ربيع لما في اخر الغزوه بتاعت احد برضه لما النبي بعت زيد بن ثابت عشان يطمئن عليه فلقاه في اخر رمق، فقال له رسول الله يقول لك السلام، يقول كيف تجد؟ قال وعلى رسول الله السلام، قل له اني لاجد ريح الجنه. ولذلك في ورد في روايات كثيره جدا، وكل الروايات دي اوردتها في كتاب يوم في الجنه، ان في ناس شمت ريح او في ناس هتشم ريحه الجنه من على مسيره 500 عام، وفي ناس هتشم ريحه الجنه من على مسيره 70 سنه، وفي ناس هتشمها مع مسيرة 50 سنة أو 40 سنة، واخد بالك؟ وفي ناس شمتها فعلا في الدنيا. إيه المشكلة؟ إيه الموضوع يعني؟ بتختلف من واحد للتاني. كل ما تشم من مسافة أقرب فأنت أقرب إلى الله، وكل ما تكون أنت أبعد شوية يعني مش 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 قريب أو منزلتك مش عالي قوي تشم من بعيد. وفي بقى ما بيشموش خالص، في فاقدين حاسة الشم. سبحان الله، ربنا يجعلنا وإياكم ممن يشمون رائحة الجنة وممن يفوزون بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. هنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أسباب الثبات بقى. أسباب الثبات أظن حوالي، أنا حاطط عناصر فقط كده يعني، حوالي 13 سبب من أسباب الثبات. احنا اتكلمنا عن الثبات الحلقة اللي فاتت، وكلمنا النهاردة بقى عن بعض الخواطر كده حول ولقد صدق عليهم إبليس ظننا، وحول حتة ان الطريق اخرته الجنة. ازاي بقى ان انا اثبت على طريق الايمان وعلى طريق الطاعة؟ ده اللي نبدأ نتكلم فيه ان شاء الله من الحلقات القادمة ان شاء الله، نتكلم عن 13 سبب من اسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ربما يتغير معاد الدرس، هو يوم السبت هيبقى ثابت ان شاء الله، لكن ربما يوم الاربع ربما يتغير ليوم تاني. تابعوا على الشريط بتاع القناة الخليجية ان شاء الله، ان احتمال يبقى في ظروف كده ان اغير يعني هيبقى السبت ثابت ويبقى معاه يوم تاني يا الاربع يا يوم تاني، هنحاول بس نظبطها معاكم. يعني تابعوا على الشريط، هم هيعلنوا ان شاء الله عن معاد الدرس. ربنا يجمعني واياكم على الخير دائما ان شاء الله. وما ننساش صيام الست ايام، اللي ما صامش 6 ايام من شوال، لان اللي يصوم الست ايام مع رمضان كانه صام السنه كلها كما صح الحديث عند مسلم.
من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر يعني صيام السنة. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم. تسرش صيام ست أيام ونقدر نصومهم متفرقون. وأنا عايز أقول حاجة حلوة قوي، أظن بكرة أو بعده أنا مش فاكر الحقيقة هيكون يوم 13 وبعدين 14-15. شوفوا النتيجة عندكم، أنا مش ما خدش بالي قبل ما أجي ما بصيتش فيها. لو كان يوم 13-14-15 أظن لحد 2-3 يوم الحد بكرة هيبقى يوم 13 أظن يعني على ما أذكر برضو وتأكدوا من النتيجة. فممكن نصوم بنيتين، ما ينفعش أصوم بنيتين في فريضة ونافلة، خدوا بالكم، إنما ينفع أصوم بنيتين في 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 نافلة مع نافلة. فممكن أصوم بكرة وبعده وبعده بنية نيتين بقى، نية إن يوم من الست أيام البيت ويوم 13-14-15 هيبقى معانا يوم الأربع نكمل برضو اليوم الرابع كده من الست أيام، هيبقى معانا يوم الخميس نصومه، يبقى يوم الخامس بالنسبة لنا هنصومه برضو بنية إن يوم الخميس وبنية إن هو يوم من الست أيام. يبقى أنتوا كده هتخلصوا يوم الجمعة إن شاء الله، نبدأ الحد نخلص الجمعة، ويبقى أنتوا كده فزتوا بعشر أيام صيام في ست أيام فقط. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، ونحرص ان احنا كل يوم نقرا ولو جزء قران، ونكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الاستغفار، وندعي لبلدنا في قيام الليل ان شاء الله، ان ربنا يحفظ مصر، وان ربنا يحفظ يعني بلاد المسلمين، يحفظ ليبيا. يا رب فرج هم اخواننا في ليبيا، وفرج هم اخواننا في سوريا، وفرج هم اخواننا في اليمن، وفرج هم اخواننا في تونس وجميع دول المسلمين يا رب العالمين، واحفظ باقي البلاد المسلمين، ويا رب الامور تستقر، ويا رب يعني يحفظ البلاد دي من كل سوء، ويعني وربنا يجمعنا وياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مواقف الايمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الاخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني.